بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال ازاي نضم الشتات مع بعض، او ازاي نعملهم جروب بحيث ان نبقى منظمين، بحيث ان انا لما افتح الشتات يقول لي دول مثلا بتوع الكهرباء، دول بتوع ميكانيكا، او دول بتوع الاس دي، ودول بتوع الدي دي. انا عايز انظم الشتات. طيب خلينا نشوف في الفيو احنا بنعمل ايه. احنا في الفيو بنعمل هنا بقول له براوزر اورجانيزيشن، ببدا الاقي هنا ان انا ممكن انظمهم اكتر من طريقه. ممكن نعمل طريقه جديده، اقول له نيو واسميها مثلا MOA، وقول له اوكي، وقول له مثلا انا عايز افلترها بكذا. يعني مثلا انا عايز هنا افلترها مثلا بالطيب، ان دي مثلا هتساوي كذا، او ان دي مثلا الديتيل ليفل بتاعها مثلا فاين. يبقى هنا هتلاقي بس الديتيل ليفل بتاعها فاين، او مثلا هنا هيبقى مثلا الفيو نيم بتاعها كذا، او الفيو تبريد بتاعها كذا، او الشيت نيم بتاعها بيبدا بكذا. تمام، فتقدر ترتبها باكثر من طريقه. تمام، او تعملها فلتر اكتر من طريقه. هنا ممكن اقول له جروب باي، يعني اول حاجه تقسمهم لي مثلا عن طريق التايب، عن طريق بعد كده بعد ما ترتبهم بالتايب رتبهم مثلا بالفاميلي اند تايب. تمام، و رتبهم لي انا بحب افضل ان انا ارتبهم بالست ليفل. الفيو نيم بيشوف الاسم، فمثلا لو البيزمنت ممكن يبقى فوق جراوند، تمام، بسبب حرف البي وحرف الجي، ف وتلاقي مثلا الترتيبات مختلفة. فالست ليفل بيبدأ يشوف الليفل ايه ويرتبه. تمام، فانا بحب افضل ارتب بالست ليفل، اقول له اوكي، واقول له اختار لي الام او اي اللي يرتبهم لي زي ما اخترت الفاميلي، وبعد كده الفاميلي ان تايب، وتلاقي كل حاجة جواها. تمام، طيب نفس الفكرة هنا في الشيت. ممكن أقول له هنا أنا عايز براوز أورجنايزيشن، رتبهم لي مثلا بشيت بريفكس. تمام، فهيشوف الأول حرف الإي، وبعد كده اللي أول حرف الإم، إيت بشيت نمبر. تمام، طيب ممكن أنت تدور على حاجة وتقول له رتبهم لي بحاجة تانية بدل بشيت نمبر بأي صفة أنت عايزها. تمام، ممكن حتى تعمل سيلكت على الشيتات مثلا دول ترتبهم وتديهم برامتر مثلا معين، او تدي خاصيه معينه. تمام، يعني تقول مثلا ابروفد باي فلان، فتبدا ترتبهم بالابروفد باي. او ممكن تضيف انت برامتر جديد مش موجود هنا. اضيف ازاي برامتر جديد هنا؟ بروح هنا للمانج، واروح للبروجكت برامتر، واقول له ضيف لي برامتر جديد وليكن مثلا MOA، ده احط في الشتات. تمام، واقول له ايه اوكي. تمام، فهو هيضيف لي برامتر اسمه MOA في الشيت اللي هون. تمام، اقول له مثلا MOA بتوع الشتات دول اللي انا عامل لهم سيلكت، احط لي فيهم خاصيه مثلا ان هم EAD. تمام، طيب هو تقريبا بروجكت برامتر MOA موديفاي احنا مختارينها لينت. طيب نبقى نعمل واحد جديد، اد ام او اي 1، اقول له خليها تكست عشان اكتب براحتي اللي انا عايزه، واقول له ده البرامتر ده خليه للشتات والفيوهات، ممكن اخليها لاكتر من حاجه. تمام، اوكي. تمام، يبقى الخاصيه ديت هروح ايه قايل له مثلا ان ده فيها مثلا ايه سي كده. يبقى انا ممكن اجي لهنا اقول له اعمل لي فلتر بالخاصية اللي اسمها MA1، واقول له دي خليها ل ACD بس. خلاص، يبقى هو كده هيعمل فلتر للحاجة دي بس. او اقول له ايه، لا ده انا عايز مثلا ترتب لي ترتبهم لي حسب الخاصية اللي اسمها MA1، فيبدأ يرتبهم لي. فدي ميزة ان انا اقدر انظم الملفات بتاعتي. يعني ممكن اعمل واحده مثلا اورجانيزيشن، يبقى او مثلا واحده مثلا للاصدارات، فالدي دي كلها تبقى لوحديها، والاس دي كلها تبقى لوحديها، او بالميكانيكا لوحديها، او الكهرباء لوحديها، او الحاجات اللي هي البلان لوحديها، والسكشن لوحديها، وهكذا. دي الفكره من ان انا برتب الشيء.